يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم غد على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة. ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس حق وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات بالرفض، ولم يسبق أن تمت موافقة الكونغرس على مثل هذه القرارات.